طيب، عشرات الأسئلة في ذهني، يعني أتوجه بها إلى ضيفي العزيز بعد ما رحب بي وبشدة، دكتور أحمد سيد أحمد، الخبير المتخصص في العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. منورنا دكتور. أهلا بك أستاذ يوسف، كل مشاهدينك الكرام. هبدأ الأول بالسؤال الاستهلالي، تقديرك للوضع الراهن يعني من بداية العمليات في 7 أكتوبر وحتى اليوم في ملخص، وبعدها نبدأ ندخل في الأسئلة. يعني أنا في اعتقادي قراءة المشهد العام أن إسرائيل استغلت ما حدث في 7 أكتوبر كمبرر أو كزريعة، ويعني هناك علامات استفهام كثيرة حول هذا الأمر لتنفيذ مخططات قديمة. يعني الموضوع أكبر، ليس فقط يعني شعاره القضاء على حماس أو إنهاء حكم حماس في غزة، ولكن أنا في اعتقادي الموضوع أكبر، وهناك مخطط شامل، مخطط قديم، وهو مخطط متواصل فيما يتعلق طبعا بتصفية القضية الفلسطينية، تهجير قصر الفلسطينيين، والاستراتيجية حتى الآن واضحة ومعروفة. أولا تعتمد على فكرة تحويل غزة إلى جحيم، قصف الشامل لكل مناطق غزة، حصار شامل، قطع الماء والكهرباء والدواء، بحيث يتم تخريب الفلسطينيين بين أمرين، إما الموت أو القتل أو الاستشهاد، إما بالقصف أو بالجوع والمرض والعطش وهذا الأمر، أو النزوح قسرا من خلال النزوح شمالا إلى جنوب القطاع ثم باتجاه الحدود المصرية. وهذا المخطط أصبح واضحا. الجديد هنا أنه يتم بمباركة ورعاية أمريكية، وضوء أخضر أمريكي وصلاحية أمريكية كاملة. العالم العربي يتكلم في وقف إطلاق النار، هناك مأساة إنسانية حقيقية، مأساة يعني ربما لم نشهدها منذ حروب كثيرة، هذا المشاهد التي نراها على الفضائيات بالصوت والصورة، ومع ذلك الموقف الأمريكي ملتبس ضبابي، يتحدث عن من ناحية إطلاق يد إسرائيل فيما تقوم به في المسار العسكري وفي المسار الإنساني تحت يعني الضغوط، ربما يبدو نوع من تجميل الصورة، يعني فكرة الحديث عن هدنة إنسانية، الحديث عن أنه تأكد على الإسرائيليين يعني حماية المدنيين. لكن أنا في اعتقادي لم يكن لحكومة التطرف في إسرائيل أن تجرؤ أن تفعل وتستمر في هذا العدوان الشامل والعقاب الجماعي، وتتحدى بين قوسين المجتمع الدولي والجمعية العامة وقرار 120 دولة. وهذا القرار جاء تحت صيغة التحدي من أجل السلام، يعني هو ليس قرار عادي، لأن هذا المشروع في حالة فشل مجلس الأمن يتم اللجوء إلى الجمعية العامة، ومع ذلك كل منظمات الإغاثة وكل هذا التدمير وكل هذه الضغوط لم تستجب لها حكومة الحرب في إسرائيل، بل تستمر ولم تكن تجرؤ لهذا لولا أن هناك ضوء أخضر أمريكي ودعم كامل أمريكي. ولذلك المشهد بشكل عام نقول أنه يتجه من من السيء إلى الأسوأ. طيب، هنا هيجي سؤال، إذا كانت المجموعة العربية، الوطن العربي يريد أن يوقف هذا العدوان على غزة، فلازم يستخدم كروت ضغط لإيقاف هذا العدوان. طب أنا مش قادر أحرك مجلس الأمن بسبب الفيتو اللي كل شوية بيطلع لنا، وفي نفس الوقت الجمعية العامة الأمم المتحدة تجتمع وتاخد قرار بالأغلبية 120 دولة وبرضو لا تستطيع التنفيذ، ولو أنا غلطان صححني، العالم لا يفهم إلا الضغوط والمصالح المشتركة. هل نحن كعرب نستطيع الضغط على هذا العالم؟ وإن استطعنا نضغط على أي جهة؟ أوروبيين ولا الأوروبيين هيتعاملوا عن طريق الأمريكان فنضغط على الأمريكان؟ يعني نكون واقعيين، لغة المدرسة الواقعية، الطرف الوحيد الآن قادر على الضغط على الجانب الإسرائيلي أو فرملة وكبح هذا التشدد والاندفاع الهستيريا الإسرائيلي هو الجانب الأمريكي. الجانب الامريكي واضح انه يتماهى تماما بشكل كامل مع الجانب الاسرائيلي، طبعا لاعتبارات انتخابيه خاصه بالمزاده الانتخابيه واداره بايدن، وذلك قدم الدعم العسكري اللامحدود والدعم السياسي والحمايه في مجلس الامن في مزاده طبعا على الجمهوريين لاعتبارات انتخابيه وارضاء اللوبي الهدي كما نعلم. الموقف الامريكي حتى الان هو الذي قادر على ان يكبح حكومه قطر، لان اسرائيل واضح انها لا تعبأ باي اطراف واي ضغوط. الجانب العربي بالطبع، يعني وهنا نتكلم عن الجانب المصري تحديدا، طبعا مصر كان لها دور مهم ايجابي. لماذا؟ لأن السردية الإسرائيلية الأولى التي قالت أنهم يعني هناك تهديد وجودي وأنهم يواجهون ما يسمى الوحوش البشرية، قطع رؤوس والأطفال واغتصاب النساء، طلعت كان هناك تعاطف. هنا الرؤية المصرية والدور المصري قالب هذه الرواية من خلال قمة القاهرة للسلام، وكان هذه أحد الأبراج الضغط على الجانب الإسرائيلي، بمعنى أنه كشف إسرائيل، وضع إسرائيل وربما مع أمريكا في عزلة دولية، أن أصبحت في مجال المجتمع الدولي. استطاعت هذه الدورة المصرية والجهود والاتصالات وقمة القاهرة للسلام، يعني قمة القاهرة للسلام دي استطاعت ده بالفعل، لأن كل بعدها تغير الموقف العالمي، الموقف حتى الرأي العام الآن زاد التعاطف أكثر مع الجانب الفلسطيني،
الآن بنرى مظاهرات اليوم في ميدان الحرية في واشنطن، مظاهرات ضخمة، رفع العلم الفلسطيني في نيويورك في أوروبا، الآن داخل الحزب الديمقراطي نفسه منقسم ويرفض ما قام به بايدن. وبالتالي هنا كانت الرؤية المصرية المعكسة، الرؤية الواقعية، أن ما يحدث للفلسطينيين كما قال الرئيس السيسي في لقائه مع المستشار الألماني، نتذكر أن ما يحدث تجاوز مبدأ الدفاع إلى مبدأ العقاب الجماعي. ما تقوم به إسرائيل هو جرائم، يعني جرائم حرب متكاملة، يعني وضحت يعني لا لبس فيها، قتل الأطفال والنساء وهذا العدد الكبير من الشهداء، يعني أكثر من 12 ألف شهيد فلسطيني في خلال شهر، يعني بما فيهم طبعا تحت الأنقاض أكثر من 26 ألف فلسطيني، يتم منع الكهرباء والدواء، مقومات الحياة. وبالتالي هنا الدور المصري والجهود المصرية والاتصالات المصرية أوضحت، يعني استطاعت أن تبني ما يسمى جبهة عالمية لعزل أمريكا وإسرائيل وإدانة هذا الأفعال وكشف الوجه الحقيقي لإسرائيل. وأنا في اعتقادي أن أمريكا ستتضرر كثيرا وستخسر كثيرا بهذا التماهي مع الجانب الإسرائيلي، لأنها أصبحت في مواجهة مع المجتمع الدولي، أصبحت في مواجهة مع القانون الإنساني والضمير الإنساني. وبالتالي فكرة أن أمريكا ترفع شعارات التي كانت تتغنى بها كقوة عظمى، قوة مدافعة الديمقراطية، كل هذا انهار.